هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا كده خلصت الميك اب نفسه، نيجي بقى فرش ورموش وكده. الرموش دي انا جايباها من فاطمه اللي هي البيج بتاعتها اسمها ماي ستور اف اند ام تقريبا. الرموش دي الكواليتي بتاعتها حلوه قوي، شعرها ناعم جدا ومش بلاستيك خالص، مش باين ان هو مش بلاستيك اصلا، وفلافي كده الرموش، وسعرها رخيص. انا مش فاكره بالظبط كام، لان انا كنت طالبه دول ثلاثة وفي واحد رابع بس هو مش معايا. تقريبا يعني هو غالبا يا هيبقوا ب 35 او ب 55، او في ب 35 وفي ب 55. المهم ان هم مش هيزيدوا عن 55 جنيه. دي فاضيه عشان هي دي اللي انا لابساها النهارده، اللي انا حطاها يعني. ودي برضو كانت في اخر صوره انا حطاها، هي دي الرموش. هي دي قصيرة من جوه وطويلة من بره، شكلها حلو قوي بجد ومريحة جدا على العين، انا مش حاسة بيها تقريبا. وفي دي شكلها طبيعي اكتر، الشعر رفيع كده بعيد عن بعضه، حتى ما فيهاش باند يعني، اللي هي البتاعة اللي الرموش كلها بتبقى لازقة عليها. المهم دي تقريبا ارخص من التانيين، يعني ممكن هي دي تكون ب 35 او ب 25 مش فاكرة، لكن اللي انا لابساه دي تقريبا هي اللي ب 50 او ب 55 حاجه كده، انا مش فاكره بالظبط يعني، بس الرموش حلو قوي. وفي دي اللي هي قصيره من ناحيتين وطويله من النص. الرموش دي حلوه قوي، اسمها تاليا بيوتي، هي تقليد هدى بيوتي اكيد، بس دي اسمها تاليا بيوتي. الشعر بتاعها حلو قوي، استنى اطلعه لك. هي الرموش شكلها عامل كده بجد، شكلها طبيعي جدا يعني، والشعر بتاعها يعني بصوا حتى من هنا مش بلاستيك خالص، مش ما فيهاش البلاستيك ده. فالمهم لو بتدوري على رموش سعرها كويس وفي نفس الوقت خامتها كويسه، مش غاليه زي الحاجات زي لوردان باري او الحاجات اللي اعلى من كده، دول بجد الكواليتي بتاعتهم كويسه جدا وسعرهم طبعا كويس جدا. بره موضوع المشتريات بقى، يعني لو عايزين برضو رموش بقى الاغلى او الاحسن، في دي بتاعت لوردان بيري اللي انا كنت بلبسها في الفيديوهات التانية، ما تسالوش فين الناحيه التانية عشان اتقطعت، فدي غالبا هتترمى للاسف يعني. ده كان موديلها عامل كده، برضو قصير من جوه طويل من بره، عشان ده اكتر نوع انا بحبه، اكتر حاجه بحسها بتليق على عينيا يعني. لوردان بيري دي موجوده في مزايا، الرموش دي كانت ب 95 وحلو قوي. في كمان نوع اللي هو اردل، وفي نوع اسمه كيس. اردل غالبا موجوده في العزبي وخليل وكده في الصيدليات دي، وكيس مش عارفه فين في الصيدليات ولا لا، بس بالنسبه للاسكندريه انا لقيت محل اسمه بيربل، في بيربل فين في مول زهران في سموحه، الدور الاول فوق. المحل ده عنده اصلا كذا ستاند بتاع ميك اب، اسنس وجوردانا وميسلين وديبورا باين، مش فاكره كذا ستاند بتاع كام نوع ميك اب كده، وعنده كل الرموش بقى بتاعت اردل ولوردان بيري وكيس وكل ده. واردل وكيس تقريبا في سعرهم 80 او 90 او تقريبا حسب موديل كل نوع رموش يعني بيختلف، ولوردان بيري 95. بصوا بقى طقم الفرش ده اكيد اغلبكم عرفوه يعني او عارفينه، طقم الفرش الكابوكي. كابوكي يعني شعرها بيبقى كتير وجنب بعض مترصص تقيل كده، مش فلافي يعني. هي في الطقم ده في منه خمس فرش للعين وخمس فرش للوش. الطقم ده برضو من عند فاطمه، هكتب لكم اللينك بتاعها برضو تحت في الديسكريبشن بوكس او على الفيسبوك يعني حسب. في فرش الوش هنا مش هتلاقوني مش مستخدمه غير دي بس لسه، وفرش العين انا جربت اتنين منهم للبلندنج، هما كلهم هيعتبروا بليندنج يعني. هو مكتوب عليهم طبعا انستازيا، بس طبعا هي مش انستازيا ولا حاجه، ده دي كوبي. المهم الفرش دي خامتها كويسه جدا، الكواليتي بتاعتها حلوه قوي، ينفعوا لكل حاجه يعني. انا دي مستخدماها للفاونديشن، هما تقريبا يعني الاربعه دول ينفعوا فاونديشن، بس مثلا لو دي للفاونديشن واحده تستخدميها للباودر، دي ممكن مثلا كونتور او برونزر او كده، لو دي عايزاها بلاشر اي حاجه هينفعوا كل حاجه، ودي مثلا للباودر تحت العين اي حاجه برضه. ودي فرش العين طبعا البليندنج كلها مفيده جدا يعني. المهم يعني ان الطقم ده حلو قوي وخامته كويسه جدا، وكان ب 150 تقريبا من عند فاطمه.
فرش برضو كنت جايباه من فترة يعني، بس أنا عايزة أتكلم عليهم عشان بجد فظاع. أنا كان نفسي في فرشة كبيرة كده للوش، هي مش كبيرة قوي يعني، أنا قصدي فرشة وش وشكلها عامل كده، اللي عامل شبه الدوم يعني، صغير شبه فرشة البليندنج العادية بتاعت العينين بس للوش، وتكون ناعمة كده، حاجة شبه أي حاجة أوريجينال مورفي أو أي حاجة. المهم دي برضو مكتوب عليها مورفي بس هي مش مورفي، مشروعة. دي برضو من عند فاطمة، بجد الفرشة دي جميلة قوي وخامتها حلوة جدا. أنا بحبها قوي للبودر تحت العين، أو بشيل بيه البودر أو أي حاجة. المهم هي جميلة قوي بجد يعني. دي كانت ب35 جنيه، وفي واحدة شبهها بالظبط بس أكبر تقريبا، كانت ب45 حاجة كده. ودي فاطمة كانت عطيها لي هدية بصراحة، هي المفروض فرشة بليندنج عين يعني الاي شادو، بس هي كبيرة قوي على العين، كبيرة قوي للعين، فانا دي بستخدمها للهايلايتر بس، برضو خامتها حلوة قوي. ودي تقريبا الصغيرة دي كانت ب25 جنيه. دول بقى جبتهم كده اجربهم اشوف فعلا نافعين ولا لأ. دي فرش رسم، دي فرشة انا عاملاها للايلاينر، هي مش معوجة اصلا كده، هي واقفة عادي بس انا تقريبا معرفش حاجة حصلت لها واتعوجت الريشة بتاعتها من فوق يعني. دي رقم واحد تقريبا، اه دي رقم واحد، ودي رقم زيرو اللي هي مبططة كده وبتاعت شبه بتاعت الحواجب هي، بس هي شكلها مش كده، انا اللي خليتها عاملة كده، هي كانت اطول سنة وكل ما بتطول الشعر في فوق بينعم، فانا مكنتش عايزاها ناعمة كده، انا كنت عايزاها ناشفة للحواجب، فقصتها فانا خليتها عاملة كده. المهم ان هما حلوين قوي يعني، بس دي بتاعت الحواجب ما نفعتش مع الجل عشان شربت الجل كله وما بقتش تحط حاجه، فهي نفعت اكتر مع الباودر. ودي للايلاينر. المهم بقى ان دي سعرها 5 جنيه ودي 7 جنيه. وفرشه الايلاينر دي فرقت ايه عن الفرشه العاديه اللي بتيجي مع الايلاينر؟ يعني دي فرشها اتخن شويه، فماسكه نفسها شويه، تعرفي تتحكمي فيها يعني اكتر من الفرشه السايبه قوي بتاعت الايلاينر دي. انا نفسي بجيب دي وبجيب علبه الايلاينر العادي حتى السايل، وده بغطس دي فيها كده شويه وبمسحه على الحروف وبحط بيها عادي جدا. فدي فرش حلو قوي وحل اقتصادي يعني. ده بالنسبه لكل حاجه تخص الميك اب انا اشتريتها. فاضل بس حاجه واحده هي ملهاش دعوه بالميك اب، هو كريم عين بتاع لوريال. لوريال انا بحبها قوي، او يعني انا اكتشفت ان انا عندي حاجات كتير قوي منها، كريم مرطب وحاجات في الميك اب، وجايبه الزيت بتاع الوش بتاعه، بس انا سايبه اجربه كام اجربه فتره اطول يعني، واقول لكم النتيجه النهائيه، اعمل لكم فيديو ليه مخصوص ريفيو عنه. وده برضو كنت بعمل كده، كنت عماله قاعده بجربه بقالي شهر عشان اعمل لكم ريفيو عنه، بس لقيت انه ما يستاهلش ان انا اعمل له فيديو مخصوص لانه ما عملش اي حاجه. لسبب، هو مكتوب عليه ان هو اولا هو اسمه ريفيتال ليفت ليزر اكس 3، تمام، انتي ايجينج باور اي كريم، يعني ده انتي ايجينج ضد التجاعيد، كوركتس بيصحح، ريديوسز اي باكس بيقلل انتفاخات العين، وفيرمز فيرمز يعني هيشد البشره، هيشد تحت العين يعني. مكتوب عليه ورا النتائج بتاعته انك فوريا هتلاقي منطقه انعم والانتفاخات هتقل، بس ده فوريا، لكن خلال 3 اسابيع التجاعيد هتقل. راح فين الكريم؟ رينكز عايزين ريديوس، اه الرينكز هتقل بنسبة 17%، ويوم بعد يوم الاي كونتور از فيزبلي فيرم، اه ان العين هتبان اشد يعني وكده. المهم يعني انا كل اللي عندي تحت عينيا اصلا تقريبا خط واحد او خطين، وانا كنت منتظم عليه جدا صبح وبالليل زي ما بيقول كل يوم، وما فيش حاجه حصلت يعني. فهو بدل بيقول ان هو 17% وانه يوم بعد يوم الموضوع هيكمل، فانا كده كده برضو عشان انا جبته ولسه ما خلاص، فهكمله عادي ككريم عين يعني، واشوف لو حصل اي تجديد او انا قلت حاجة غلط فيه مثلا اقول لكم ان هو بقى كويس او كده. بس المهم يعني ان انا بستخدمه بقالي شهر ولحد دلوقتي ما عملش اي حاجة خالص. حتة بقى ان هو يقلل الانتفاخات تحت العين او كده، فده بسبب حاجة تانية خالص ملهاش اي علاقة بالكريم، ده رأيي يعني، ان الابليكيتور بتاعه معدن كده فهو بيبقى ساقع. دي حاجة حلوة جدا لتحت العين عامة، معروفة ان انتي حتى اي ماسكات للعين بيقولك حطيها في التلاجة وبكده تعالي حطيها تحت عينيكي،
هو ده اللي بيقلل الانتفاخات وحتى بتاعت الصبح اول ما تصحي من النوم يعني. فدي انا متهيألي ان هي الفكرة كلها بسبب الابليكيتر بتاعه من المعدن. فدي ممكن تحلها، اي معلقة عندك في البيت حطيها تحت عينيكي وهتقلل الانتفاخات يعني. فغير كده انا شايفة انه اختراع فاشل لحد دلوقتي، وكان ب 177 جنيه يعني. فانا هكمله عشان الفلوس ما تترماش على الارض، وككريم عادي مرطب لتحت العين، واشوف برضو اذا هيعمل اي نتيجة. بس كده والفيديو يكون خلص. دي كل الحاجات اللي انا جبتها ورأيي فيها، يا رب يكون عجبكم. غير كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل، ولايك على الفيسبوك بيج، وعملوا لي فولو على الانستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي. باي.